حوار المكاشفة وأسئلة الساعة مع المفكر السياسي الدكتور عبد المنعم سعيد. العالم المضطرب ده فيه إيه؟ هو فيه لحظة مراجعة كبيرة. إحنا على أعتاب القطبين؟ إحنا عندنا حالياً قطبين ونص. الإسلام السياسي، الكلمة دي بتتردد في مجتمعنا كثير جداً. يعني هل يجوز للدين، أي دين، أن يكون سياسي؟ هل في حاجة اسمها المسيحية السياسية أو فيها اليهودية السياسية؟ يا بناء، فهنا القضية هي هنا كلمة السياسية بتخطيك إلى أن اتجاه، الاتجاه التقدم ولا اتجاه التخلف؟ عن النخبة والديمقراطية ومستقبل الصحافة. هي كتبت كتير على ما يسمى بالنخبة. ما النخبة في المجتمع؟ النخبة هو كل من يؤثر في عملية اتخاذ القرار العام. وملفات أخرى ساخنة على مائدة الحوار في حديث العرب من مصر غداً 7 مساءً على قناة مصر الأولى.